تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل، تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 والتي تستمر حتى 7 فبراير المقبل. وتحل دولة اليونان ضيف شرف على الدورة الحالية والتي اختير فيها الكاتب يحيى حقي يكون شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية لمعرض كتاب الطفل. أروقة ثرية بجميع كنوز المعارف تجدها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 53 المقام بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، والذي يأتي بشعار هوية مصر، الثقافة وسؤال للمستقبل. اتبسطت لأن أنا بحب أقرأ كتب وأعرف إن دولة فيها إيه والحضارة المصرية. بحب أجيب الأولاد دايما عشان يطلعوا على ثقافة بلدهم أو البلاد الأخرى المشاركة في المعرض. مشاركتي في المعرض قدرت تخليني أتعرف على الناس أكتر، وقدرت تخلي اسمي يوصل للناس أكتر، وإن هم أقدر أوصل لإحساسهم وعبر عنهم بالكتاب بتاعي يعني. وبخمس قاعات للعرض وأكثر من 800 جناح من العارضين والناشرين مصريين وأجانب وجهات رسمية، تميز جناح الرقابة الإدارية بأسلوب شيق ومتطور للعرض حول آليات مكافحة الفساد من عصر المصري القديم حتى الآن، وذلك باستخدام أحدث تقنيات العرض العالمية. لا تنظيم ما شاء الله كل سنة بيبقى مختلف عن التاني، والتنظيم السنة دي يفوق الخيال، بكل مرة بنيجي بنلاقي اختلاف ما شاء الله. المعرض رائع طبعا تنظيميا، وفي زخم وحجم الزيارات عالي، وتنوع على فكرة في الزائر، والمشتري شايف معدل الثقافة عالي جدا بشكل نسبي. الناس بتسأل على كتب غنية بالمعلومات في شتى أنواع الثقافة. تتشرف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما يمثله هذا المعرض من قيمة ثقافية وأدبية كبيرة في العالم العربي. يعني خليني أقول لك، إحنا من لما مش بس المعرض، إحنا من لما نزلت الطيارة في مطار القاهرة ونحن في حالة من البهجة والسعادة والدهشة، مزيج من هذا كله، ما بين الاحتفاء اللي إحنا شايفينه، ما بين مثلا الحالة اللي إحنا عشانها أول ما دخلنا المعرض. يعني إحنا سمعنا الناس كتير قالوا إنه معرض القاهرة، والناس كلها بتتحدث عن معرض القاهرة، بس حقيقة من يرى ليس كما يسمع أبدا أبدا. أنا جاي المعرض عشان أنا بحب القراءة، وبحب اشتري حاجات عن التاريخ، وعشان انا عاوزه اطلع مرشده سياحيه. حواليكوا انا استلت ايه من المعرض؟ كتاب من رواد الفضاء. المعرض يضم أكثر من 1000 ناشر بمشاركة 50 دولة يمثلون قارات العالم أجمع، وتحل دولة اليونان ضيف شرف هذه النسخة من معرض الكتاب. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.